يعقوب بن حلفة أحد رسل الرب يسوع، هو من سبط يهوذا ومن قانا الجليل، أبوه كلاوبا أو حلفة، وأمه مريم ابنة عم أو ابنة خالة العذراء أم يسوع. لذلك دعي أخا للرب، لأن اليهود كانوا يسمون الأقرباء الأدنيين إخوة، وقد لقب بالصغير للتمييز بينه وبين يعقوب الكبير الرسول ابن زبدة أخ يوحنا. اعتبره الرسول بولس من بين أعمدة الكنيسة الأساسية، وبعد العنصرة أخذ يعقوب يبشر بالإنجيل في أورشليم وجوارها، وقد أهين وضرب وسجن كسائر الرسل، لكنه كان صبورا ومسرورا، ثم أقيم أسقفا على أورشليم، فكان ذلك الراعي الصالح لتلك الكنيسة الأولى أم الكنائس، يبذل نفسه عن رعيته ويرد الكثيرين إلى الإيمان بالمسيح. لقد كان يعقوب بن حلفة في حياته مثالا للنسك والتقشف والبرارة، حيث لقب بالبار، فحسده رؤساء الكهنة وفي مقدمتهم حنان، وعملوا على قتله، فأصعدوه إلى جناح الهيكل وسألوه عن رأيه في المسيح، فجاهر قائلا: إنه ابن الله الوحيد الجالس عن يمين الله، وسوف يأتي ليدين الأحياء والأموات. فطرحوه إلى أسفل وتكسرت أعضاؤه، وأشرف على الموت رافعا عينيه إلى السماء غافرا لهم، وقال: يا رب لا تقم عليهم هذه الخطيئة. وبعد أن رجموه بالحجارة ضربه أحدهم بمطرقة على رأسه، ففاضت روحه الطاهرة في عيد الفصح في العاشر من نيسان سنة 61 أو 62 للميلاد. وله أعظم فضل بوضعه للليتورجيا الأولى للقداس المعروف باسمه، وعنها صدرت جميع الليتورجيات. ولقد استخدمت الكنيسة الأنطاكية السريانية ومنذ عهد قديم ليتورجيا مار يعقوب منذ أن كان أسقفا لكنيسة أورشليم. أما رسالة القديس يعقوب فهي إحدى الرسائل الجامعة التي تبين وجوب المحبة والإحسان ولزوم الإيمان المقرون بالأعمال، حيث صرح في ختامها عن مسحة المرضى، وقد اعتمدت الكنيسة قول الرسول لتجعل مسحة المرضى سرا من أسرار الكنيسة السبعة، فلتكن صلاته مع جميع أبناء الكنيسة.